مع بعض او نستثمر في الدول بتاعتنا مع بعض، سواء كان في الزراعه، سواء كان في صناعه كثيره وصناعات كثيره او في القطاع الخاص. فده برضه من ضمن الحاجات اللي احنا بنشوفها. احنا يعني في حاجتين احنا عاملينها الفتره اللي فاتت للدول التركيه، حاجه هقولها وحاجه هخليها لبعدين. احنا نعمل ان شاء الله بالتعاون مع معالي الكبير محمد زمران، ان احنا على شهر 6 او اواخر شهر 6 في المؤتمر العربي الافريقي للتنميه الزراعيه، يبقى مصر تستضيفه بالتعاون طبعا مع وزاره التربيه ووزاره الزراعه، عشان نتفق على ازاي نجيب التنميه الاستراتيجيه في الزراعه فيما بين الدول التركيه وبعضها. فده يدي برضه مجال ان احنا ننمي التعاون بيننا وبين بعض.